خلال هذه الأيام الثلاثة الماضية، فأن الأزمة حصلت وقامت شركتنا بكافة الإجراءات اللازمة. لقد تعاوننا مع الدول التي كانت لديها ركاب في طائرتنا، وتواصلنا مع المقر في كندا، وتواصلنا مع أقرباء الضحايا في هذه الطائرة في إيران. لدينا مقر آخر، تواصل أيضا، ولدينا خط ساخن شغال طوال الوقت، والذي يعمل لتلقي نداءات أهالي كافة المسافرين الأوروبيين وكذلك الأوكرانيين. هنالك عمل آخر تجريه الشركة مع أقرباء طاقم الطائرة. مع ذلك فأنا أدرك بأن فهم الأجندة الجديدة وأن الأنباء الجديدة يجب أن تجيب عن الأسئلة التي طرحناها مرارا إلى الآن. لماذا تستمر شركتنا باستمرار رحلاتها إلى طهران، ولماذا لم تتوقف شركتنا عن رحلاتها إلى إيران؟ وأود أن أقول هنا بأنكم يجب أن تدركوا أسلوب عمل الخطوط الجوية. بالنسبة لنا فإنه من الواضح بالنسبة لنا، ويجب أن أوضح نفس الشيء للعامة، أن رحلات الطائرات المدنية التي تمتثل إلى رخص الدول، الدول الذي وجهت الرحلة والفضاء الجوي لتلك الدولة والذي تديره السلطات الدولة وسلطات الطيران المدني للدولة الوجهة، وخدمات الطيران المدني لتلك الدولة، والشركة أو الدولة تابعة لها شركة الطيران، وفي حال الرحلة من مطار بريسبول لم تكن لدينا أي معلومات فيما يخص التهديدات المحتملة التي تواجه رحلتنا أو طائرتنا. شركتنا لم تكن لديها أي معلومات أو تهديدات لغاية رحلتنا وإقلاعها باتجاه طهران. لم تكن هناك أي معلومات حول تهديدات محتملة، ولم يكن هناك أي إشعار أو إبلاغ من السلطات المسؤولة، لم توفر إلى شركتنا. على سبيل المثال، عندما حصل نزاع آخر بين الهند وباكستان، فإن الجانب الباكستاني وإدارة الطيران المدني الخاصة بالباكستان وفرت أو قدمت لنا إشعارا لوقف الرحلات في مجالهم الجوي، وكل الخطوط الجوية العالمية امتثلت لذلك، وهكذا يجب أن يتم الأمر. هناك قوانين وأعراف خاصة بسلوكيات الطيران المدني حول عمل شركات الطيران. كما أود أن أستغل هذه الفرصة مع حضوركم ونيابة عن الخطوط الجوية الأوكرانية ونيابة عن شخصي، أن أعبر مرة أخرى عن تعازي الخالصة لكافة أهالي المسافرين في تلك الرحلة. لقد وصل مع أغلب الأقارب وأقدم تعازي الخالصة لأهاليهم، ونشعر بالأسى الشديد تجاه أقارب المسافرين وكذلك طاقم الطائرة،
أود أن أدعم كلماتي وكل العمل الذي تقوم به شركتنا خلال الإقلاع من مطار طهران، وأود أن أطلب من نائب رئيس شركتنا ليعلق على ذلك. لماذا يجب أن نفعل ذلك؟ إنه حاليا حتى ضمن البيان الذي قدمته السلطات الإيرانية فهنالك تلميح يقولون من خلاله أن طاقمنا كان يقوم بشيء مستقل أو شيء لا يتوافق مع الأعراف، وذلك أود أن أطلب من إيغور نائب رئيس شركة طيران الأوكرانية ما الذي حصل في السماء فوق طهران قبل الإقلاع وخلال الإقلاع والرحلة وما بعد ذلك. هذا مهم جدا بالنسبة لنا. إيغور سوسنوفسكي نائب رئيس الخطوط الجوية الأوكرانية، 27 سنة ونحن نعمل في هذا المجال ومسؤول عن عمليات الطيران منذ أكثر من 20 عاما، وأعمل الخطوط الجوية الأوكرانية منذ يومها الأول، وسعيد جدا أن شركتنا لها سجل حافل بالأمان منذ نوفمبر 92. نحن نفعل كل ما بوسعنا ونبذل كل الجهود للامتثال بالأعراف الدولية لخلق الظروف الملائمة لفرقنا لتوفر الفرص الجيدة للعمل والنمو داخل الشركة. البعض يقولون بأن الأفراد أود أن أعبر لكم مرة أخرى عن أسماء هؤلاء الأشخاص الذين في طاقم الطيران للرحلة المنكوبة. القبطان 11600 ساعة، ومساعد القبطان أيضا 7600 ساعة طيران. إيكاتينا ستاتيكوف أيضا تعمل معنا منذ 6 سنوات ضمن طاقم الطائرة، وإيغور 11 سنة وأكثر ضمن الخطوط الجوية الأوكرانية، وكان يتنافس ليصبح قبطانا للطائرة، وبدأ كان يجب أن يبدأ تدريباته في الربيع القادم. كل الأفراد لديهم سنوات طويلة من الخبرة العمل في الرحلات الجوية. ذكرت مرة أخرى هذه الأعداد وآلاف الساعات في السماء لكي أقول لكم بأن هؤلاء الأفراد أقلعوا لمئات الرحلات خلال سنوات عملهم. لدينا رحلات 5 مرات أسبوعيا إلى طهران، ليس هناك أي شيء جديد لهذه الرحلة وبهذا التاريخ بالذات. لم تكن مهمة جديدة لكافة الأفراد وطاقمي الخطوط الجوية الأوكرانية، بل هي رحلة معتادة إلى مسار طهران وكييف. جاءوا إلى الطائرة وقاموا بالإعدادات اللازمة، وكان لديهم الرخصة لتشغيل المحرك وكذلك التحرك على المضمار، وتواصلوا مع برج المراقبة. على الرغم من أن ممثلي مطار طهران قالوا بأنهم يرغبون بالإقلاع ومنحت لهم الرخصة بالإقلاع واتبعوا كافة التوجيهات. في هذا الوقت الراهن مع كل معلومات متاحة، فمن الغباء حتى محاولة إخفاء مثل هذه المعلومات. إذا ما طلعنا على رادار الإقلاع فسنرى نحصل على كافة المعلومات اللازمة لأي رحلة، ولكلنا جميعا لسنا بحاجة إلى تسجيلات صوت الطيار أو لإلقاء النظر عليها. لا يزال لدينا هناك مفاوضات مع رقابة الطيران، وطاقمنا فعل كل شيء وفقا للقوانين ومساعدة رادار الرحلات كان نظر كل شيء حصل خلال الرحلة. فإذا ما سمحتم لي أود أن أولي انتباهكم إلى بعض الشرائح هنا. هذا يظهر لنا الإقلاع
ومطار طهران من قبل شركات مختلفة في نفس اليوم الذي قلعت فيه طائرتنا. الخط الأزرق يمثل رحلة طائرتنا. هذه رحلة أخذت إلى اليمين، وسنظهر لكم جميع كافة الرحلات التي حصلت في هذا اليوم قبل إقلاع طائرتنا. فأرجو الانتباه لأن هذه الرحلة موجهة تماما إلى خط المسار، وهذه اللحظة التي التفت فيها إلى اليمين. هذا يوضح كافة الرحلات الأخرى من مطار طهران في ذلك اليوم. الشريحة التالية начал отворот вправо, и здесь мы с ним попрощались. هذه لمعلوماتكم PS752 مسارات الإقلاع من 2 نوفمبر إلى 8 يناير. كافة رحلاتنا هذه المسارات غطتها طائراتنا نفس المسار لطائرتنا، ولم يكن هنالك أي انحراف عن المسار الذي قد يشير إليه البعض، فهذا الكلام غير صحيح. الشريحة التالية. هذا أيضا مسار رحلات طائراتنا وارتفاعها. نرى أن مرة أخرى بالخط الأحمر هذه رحلتنا PS752 للثامن من يناير. فأرجو الانتباه أنه من أجل ليس بالعلم المعقد، هذا رادار الرحلات، يمكنكم فتحه بأنفسكم لتأكيد كلماتي. الشريحة التالية. هذا هو الجدول لكافة الرحلات التي أقلعت قبل طائرتنا. إذا ما ألقيتم نظرة إلى أرقام الرحلات وأوقات مغادرتها ترون في 42 كانت هنالك خطوط جوية قطرية، 41 شركة أخرى، فالمطار كان مفتوحا بالكامل ويعمل بقدراته الكاملة في ذلك الوقت. هذه الأوقات أقلاع الرحلات لم يكن هنالك أي حظر على الرحلات لا من الإدارة الأوكرانية ولا من الإدارة الإيرانية، ولم يكن هنالك أي إخطار أو إشعار حول غلق المطار أو أي إبلاغ حول إطلاق أي صواريخ بأي اتجاه، وطيران لم يكن على دراية بها، لم يكن هنالك أي إشعار فيما يخص ذلك، والمطار استمر بالعمل في شكله المعتاد. لم يكن الطيران على أي دراية بمن المواقع التي أطلقت منها الصواريخ. كانت هنالك حوالي ساعة ونصف للشركات الإيرانية التي أقلعت فيها طائراتها، والمطار استمر بالعمل بالروتين اليومي وكأن شيئا لم يحصل. الخلاصة لا يجب أن أقول بأنني أقف إلى جانب رئيس بلادي السيد زيلنسكي الذي يريد من الحكومة الإيرانية أن تعبر بالكامل عما حصل وتتقبل ما حصل بدون فرض أي شروط. يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة لما حصل مع مواطنينا ورحلتنا. موظفون مهنيون جدا ومحترفون وأتم واجبهم على أتم شكل، وأود أن أهنئ كافة الأشخاص الذين يعملون مع شركتنا ومقرنا، وشركتنا تعمل من أجل العثور على أفضل السبل لتقليل مثل هذه المآسي والكوارث. الذين أكثر من 400 طيار وآلاف المسؤولين عن الرحلات وآلاف الرحلات بالكامل وتستمر بعملها بأعلى معايير السلامة والأمان. شكرا إيغور. الزملاء الأعزاء تسنح لكم الفرصة طرح الأسئلة، لكنني أطلب منكم الوقوف والتعريف بأنفسكم. أرجو استخدام الميكروفون لكي نسمع أسئلتكم لتقديم أفضل الإجابات الممكنة. ما التعويضات التي تطالب بها أوكرانيا؟ نحن على دراية بالتصعيد في الصراع في الشرق الأوسط. إذا ما كانت إيران تعرف ذلك، فلماذا لم تغلق مطاراتها؟ وما نوع التعويض أو
مع معرفة التصعيد في النزاع في تلك المنطقة؟ شكرا جزيلا على سؤالك. نحن حاليا كشركة في طور عملية قانونية، نحاول أن ندير مخرجات هذه الكارثة. لسوء الحظ لا أستطيع أن أعلق على سؤالك بعد حول فيما يخص التعويضات المتوقعة التي ستدفع أو أي نوع من دفعات الخاصة بالتأمين للمسافرين. كل ما أعرفه هو أنه كان هناك عدد كبير من المسافرين وجنسيات عديدة، فنحن نعمل مع 7 مناطق قضائية مختلفة. وكل الأسئلة الخاصة بالإجراءات والعمل القانوني سوف تفسر لاحقا في الوقت الراهن، لا أستطيع أن أعقب عن ذلك فيما يخص التأمين أو التعويضات. سأعطيكم الميكروفون لطرح الأسئلة لكي يتمكن المترجم من ترجمة الأسئلة. جوابي سيكون مقتضبا. لا، إذا ما كان هناك خلل في الطائرة فيكون الإجابة سهلة، ولكن إذا ما كانوا يطلقون على أي أهداف فيجب أن يغلق المطار، وكان يجب عليهم غلق المطار. السؤال لسيد سوزنوفسكي: إذا ما كانت شركتكم الآن ستراجع مقاربتهم لسلامة وأمان الرحلات، على سبيل المثال الطائرات في مناطق النزاع العسكري، أنتم على دراية أن هناك شيء كان يجري في إيران. والسؤال الآخر سيد دفنر: ما هي عواقب الشركة بعد هذا الحدث، مثل العواقب الاقتصادية على سبيل المثال؟ أنا متأكد من أن عملنا اليومي لخطوطنا الجوية أنا متأكد من هذه الكارثة لن يكون لها الأثر الكبير على عمل رحلاتنا، فسوف نستمر بالعمل على الرغم من التحديات الاقتصادية التي نواجهها الناجمة عن هذه الكارثة، وسنتمكن من تجاوز كافة العقبات الاقتصادية. وأنا على ثقة من أن هذا الطريق الذي يجب أن نمضي فيه جميعا. سيكون سوف نتمكن من تجاوزه، وكافة العمل مع الكوارث في الماضي سوف يستمرنا بعملهم الجاد لتجاوز هذه المحنة. كما أننا على ثقة من أن 8 يناير بات الآن اليوم الذي سجرى فيه تغييرات كبيرة في شركتنا. الآن يجب أن نعيش ونعمل مع عبء هذه المأساة والحزن الناجمة عن الكارثة، ونتمكن من تغيير ما حصل في الماضي، ولكن يجب أن نغير سلوكياتنا نحو الماضي. فأنا أؤمن بأن على الصعيد النفسي ستكون شركتنا أقوى من قبل، وأنا على ثقة من أننا سنثمن ونعشق كافة أفرادنا وموظفينا حتى أكثر من ما مضى. إجابة عن سؤالك، أود أن أقول أنه في شركتنا لدينا نظام إدارة منظومة إدارة المخاطر، وإذا ما تحدثنا بكلمات بسيطة فإن آمن الطائرات هي التي تبقى في المطار ولا تقلع ولا تطير، والطيار الذي يعمل في المطبخ وليس في الطائرة. فمن أجل استمرار الطيران فيجب علينا أن يتواجد الطيار في الطائرة، ونحن شركة مربحة وتجارية، والنظام لا يوضح لنا أين مناطق التي يجب أن تكون وجهاتنا في المناطق الحمراء نسافر إليها. أما في وضعنا
أو حالتنا وحديثنا عن استعداد الأفراد للطيران. وعلى رغم الظروف المتحدية فأود أن أقول بأننا كلا لن نغير شيء، سنحاول أن ندعم كل الجهود التي بذلناها في السابق من خلال تقديم أفضل التدريب وتعريف المناطق التي تمكن السفر عليها. هذه منظومة معقدة، المسائل الأمنية والأفراد العاملين داخل المطارات والفنيين، لن نغير شيء ولكننا سنستمر بعملنا على أتم الشكل. هل كان توضح لنا سبب التأخير من الإقلاع في طائرة من طهران والأشخاص الذين لم يركبوا الطائرة؟ وضع طبيعي يومي فيما يخص تأخيرات الرحلات وهذه الرحلة. كان هنالك حقائب كثيرة جدا، وقبطان الطائرة بعد أن حدد الأوزان الخاصة وحمولة الطائرة طلب إزالة بعض الحقائب من الطائرة، ولذلك حصل هناك تأخير في الإقلاع. المعلومات الخاصة بالأشخاص الذين لم يركبوا الطائرة لا نستطيع أن نمنح هذه أو نوفر لكم هذه المعلومات في الوقت الراهن، لأنها مرة أخرى في طور الأعمال القانونية والهيئات القانونية التي تبحث في كافة المسائل المرتبطة بالحادثة. ليست لدينا الوثائق اللازمة إلى الآن، وهنالك لا زال هناك العمل جاريا فيما يخص المؤسسات التي تلت للقانون، ولا زلنا نعمل مع جهات في هذا القانون ونوفر إفاداتنا حول من هم المسافرين وما هي وجهاتهم، وعندما هل سافروا معنا إلى طهران أو لماذا لم يأتوا لركوب الطائرة. كل المعلومات التي لدينا وفرناها إلى جهات إنفاذ القانون ولا نستطيع أن نعلق عليها بعد. إذا ما قيل بأن هذا الكلام ليس له مصداقية فسوف نجري ترتيبات اللازمة لتقديم المعلومات في المستقبل. متى أدركتم بأن المشكلة لم تكن فنية وليس خطأ ارتكبه الطاقم أو حصلتم على المعلومات بعد إفادة طهران أو رئيس وزراء كندا قدم إفادته بينه في شركتنا؟ نحن شركة كبيرة ولدينا العديد من الموظفين المهنيين وأصحاب الكفاءة العالية، لذلك قمنا بمحاكاة هذه الحادثة وأي احتمال ربما يكون قد حصل خلال الرحلة، واستنتجنا بأنفسنا أنه أولا كان عاملا خارجيا هو الذي تسبب بالحادث، ومع تحليل كافة الحالات الأخرى عزلنا السيناريوهات الواحد بعد الآخر، ولذلك منذ البداية كنا على يقين بأن العامل كان خارجيا، وكان هنالك بيانا يقول أنه لا صلة له بالرحلة. وإلى أن تلقينا المعلومات من أعضاء لجنة التحقيق الذين يمثلون شركتنا في طهران، أن هنالك تفاوض جار بين برج المراقبة أجروا هذا الاتصال، أقصد الممثلية المفوضية، وخاضوا الحوارات خلال التحقيق. فكنا على يقين بأننا محقين منذ البداية عندما سمعنا الإفادات. لم نتمكن أو مطار طهران هو الذي أصغى لقبطان الطائرة وخاض حوارا معهم إلى غاية اللحظة الأخيرة قبل الكارثة، التفاوض حول المسارات وديهم الرخصة للالتفات إلى اليمين،
أنا متأكد من أن كل هذه المعلومات ستوفر خلال الوقت. ما هي الرسالة الأخيرة من القبطان إلى برج المراقبة؟ لا أستطيع أن أعلق على كل الكلمات التي ذكرت في الحوار بين القبطان وبين برج المراقبة مسؤول عن الإقلاع. لديهم هم الوثائق، لم نحصل عليها بعد. لدينا كلمات ثلاثة من أعضاء شركتنا الذين سمعوا هذا الحوار، ونحن متأكدون من مصداقيتهم. أود أن أضيف بأن الكلمات هي مجرد التحدث عن الارتفاع أو ارتفع ارتفاع معين والتفيت. لم يكن هنالك أي حوار بعد ذلك، وما كان سيكون هنالك حوار إلا لو حصل شيء مفاجئ. نحن نعرف أن الوضع صعب جدا، ولكننا نعرف الآن من هو المسؤول، فقد قالوا ذلك واعترفوا بذلك بأنفسهم. لا أريد أن يكون السؤال أي نوع من الافتراض أن الجانب الأوكراني هو المذنب بسبب الوضع المعقد الراهن، ولكن حديثاً عن وفاة الأشخاص وكل تلك المآسي، فيجب أن أطرح هذا السؤال. شركتكم أصبحت ضحية قرارات رؤساء الدول بشكل أو بآخر. كل من هو على دراية بالنزاع مع إيران في الجانب الأمريكي يعرف أن هناك خطر هناك، وحتى أنا كنت أعرف بالخطر المحتمل، والجانب الأوكراني أيضا يعرف بأن إيران ليست دولة آمنة. هل تعتقدون أن هناك مسؤولية تحملها رئيس أوكرانيا زولينسكي ووزير الخارجية الأوكراني، لأن بسبب عدم اتخاذ أي قرار لحظر الطيران إلى طهران، وهذا القرار اتخذه الجانب الأوكراني؟ برأيي فأنا أعتقد بأن السلطات الأوكرانية الرسمية كانت تتبع القوانين، لم توفر لنا المعلومات الكافية حول خطورة هذه المنطقة فيما يخص الرحلات. كما ذكرت، لم تكن هناك أي معلومات كافية. ومرة أخرى يؤكد ذلك ما طرحه إيغور في الشرائح. الشركات الطيران الأخرى لكافة دول العالم كانت لها رحلات قبل رحلتنا وبعدها ولسوء الحظ. فيجب أن نذكر الحقائق الآن، أن طائرتنا كانت في المكان الخاطئ في الوقت الخاطئ، وربما حصل ذلك لأي رحلة أخرى طائرة أخرى كانت تعمل في هذا الوقت في مطار طهران. فإذا ما فتحتم رادار الرحلات فسترون بأن سماء طهران كانت مفتوحة. كل شركات الطيران قامت برحلاتها قبل رحلتنا، ليس قرارا فرديا اتخذناه نحن، بل كان وفقا للأعراف الممارسات الدولية. ويجب أن يحدد التهديد من قبل الدولة التي تدير الرحلات في مجالها الجوي. ربما الإعلام كان على دراية بالوضع الخطر هناك، أما نحن فلم توفر لنا أي معلومات. أشخاص كثر في أوكرانيا لم يكنوا على دراية تامة بما يحصل في إيران. كانت لدينا بعض المعلومات، وهنا القواعد الأمريكية في العراق ضربت أو قصفت. لم يكن أحد يعرف من أين أو كيف الطيران المدني وقوانين الطيران المدني، ليس لها أي علاقة بالأعمال العسكرية مثل ذلك. لهذا السبب فأن أنا برأيي لا أرى أي ذنب من جانب السلطات الأوكرانية الرسمية. كانت لدينا معلومات مثيرة للجدل للمجموعة الأوكرانية تعمل هناك. لم يكن لدينا إمكانية الوصول إلى التحقيق هل هذا الكلام صحيح، ولم يسلح لهم بالمشاركة أو حصل هناك تنظيف للمنطقة الكارثة، ومسكن لدينا النتائج الأولية للتحقيق. الكل يتوقع
على الأقل بعض المعلومات الأولوية الأولية من التحقيق لدينا نتائج الحمض النووي. وإذا ما كانت الأشلاء ستعاد إلى أوكرانيا من الصعب جدا علينا نعاقب على ذلك لسببين. الأول موظفون هناك ليس فقط أعضاء فريقنا بل 42 شخصا من أوكرانيا لا يزالون هناك. وقبل العودة إلى أوكرانيا نود أن لا نعلق على التحقيقات الجارية حاليا لأنني أأمل أن تكون الأسباب واضحة بالنسبة لكم. نحن نتلقى المعلومات من أفرادنا وهذا هو السبب رئيس مشاركتهم في التحقيق هناك. نحن ندون أو ندرك بعض التحديات التي نواجهها ضمن عملية مفوضية ولكن لن نعلق على ذلك الآن. وحديثا عن إعادة أشلاء الضحايا المسافرين إلى أقاربهم وأحبائهم الجثث تسلم الآن إلى 4 مستشفيات مختلفة في طهران. وحسب علمي ووفقا للمعلومات التي وصلتني فإن الخبراء الطبيين ليس لديهم كمية كافية من الحمض النووي من أجل التوصيل للنتائج الكاملة الخاصة بالحمض النووي. يحاولون إجراء العمل بأسرع وقت ممكن لأن أغلب الجثث سوف تدفن في إيران، لأنه على الرغم من جوازات السفر التي كان يحملها المسافرون فإن أصولهم إيرانية وبعض الأقرباء يعيشون في إيران. وزارة الخارجية الأوكرانية تتواصل بشكل مستمر فيما يخص مسألة إعادة جثث الأوكرانيين إلى أوكرانيا. نحن نأمل بأنهم سيعودون إلى جانب الشحنات الموجودة في إيران، الطرد شحنات التي أوصلت موظفون إلى إيران هي التي ستعيدهم. ونتمنى أن يكون الجانب الإيراني جاهزاً لخوض كافة هذه الإجراءات الرسمية ومسألة الوقت المستغرق، ولكننا لا نعرف إلى الآن. هذه المرة الأولى التي نواجه مسألة مثل هذه وسيت لدينا الخبرة في العمل على كل هذه المسائل وخبرة مثل هذه الكوارث مختلفة تماماً بالنسبة لنا للتواصل إلى أي استنتاجات حالياً. وكل دولة لها قوانينها الخاصة وإيران دولة معقدة وصعبة جدا. وفقا لقوانين التحقيق ومكتب إيكاو الخاص بالطيران المدني فهو الذي يحدد التحقيقات، فإن إيران يجب أن توفر التقرير الأولي خلال 30 يوما. لغاية 8 فبراير نتوقع أن نحصل على التقرير الأولي الخاص بالحادثة. يبدو أنكم أوضحتم بأن المسؤولين الأوكرانيين وكذلك المسؤولين الأوكرانيين الإيرانيين فشلوا في تحذير الخطوط الجوية من الخطر المحتمل من الطيران، ولذلك لماذا يمكنكم أن تثقوا بهم لكي يكون الأوضاع أفضل في المستقبل، ولكن هناك أي التزام من قبل خطوط الجوية لإجراء بحثها الخاص وحتى اتباع التقارير الصحفية حول أي ضربات أو هجمات مستقبلية؟ الرئيس أوضح صباح اليوم أنه يتوقع تعويضات من إيران، وإذا لم تدفع إيران فهل الخطوط هي التي ستدفع تعويضات لعائلات المسافرين؟ And separately, the president has made clear this morning that he expects compensation from Iran. If Iran won't pay, will the airline pay the passengers' families compensation? Зважаючи на те, якою була ситуація, чому ви вважаєте, що можна довіряти і надалі безпеці польотів і і друге питання, як стосовно компенсації? Ми анальмуасасат ал-даулія у манзамат ІКАО.
وهي الهيئات الدولية المصادقة عليها لكل دولة والقوانين التي تعمل عليها تنطبق على كافة الدول هي نفسها، سواء كنت في أوكرانيا أو إيران أو أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة كنت عايش فيها في العالم. لهذا السبب لا نشك بعمل تلك السلطات إلى أن تشك الهيئات الدولية الخاصة بالطيران المدني. لهذا السبب فعلنا اتباع القوانين الدولية والتصرف وفقها. فيما يخص التعويضات، حسب علمي هو أن الرئيس ذكر أن سيكون هنالك مفاوضات بين الحكومتين حول هذه المسألة، وشركتنا تشارك في هذه المفاوضات. نحن ندعم موقف الرئيس وكل التعويضات الأخرى، الدفعات التأمين التي حددت من قبل القانون حول مسؤولية شركتنا سوف نقوم بها وفقا للقوانين الدولية ووفقا لاتفاقات التأمين التي وقعناها. ونحن جادون جدا للإيفاء بالتزاماتنا ونعرف مسؤولياتنا تجاه مسافرينا، وسوف نفي بها بالكامل. أود أن أضيف شيئا أو الجواب كالتالي: نحن نثق بالحكومة الإيرانية وطيران المدني، ولذلك وقفنا رحلاتنا إلى هناك. لا نريد أن نتحدث عن المستقبل، لقد أوقفنا رحلاتنا كافة الأجواء في إيران وكافة رحلاتنا، غيرنا مساراتنا مثلا إلى دبي، قمنا نطير فوق لارنكا وليس فوق المجال الجوي الإيراني. هل ستغيرون سياستكم مستقبلا؟ سبق وأن غيرناها، سبق وأن غيرنا سياساتنا. هل ستجرون أي أبحاث لتعرف على مطارات إيران وتأثيرها على عملكم؟ بالتأكيد سنفعل ذلك، ولكن السؤال هو يعود إلى تقييم المخاطر. لا شك بأننا سنقوم بذلك. لو عاد بكم الزمن إلى الوراء، هل كنتم ستفعلون نفس الشيء؟ سنفعل ما هو ضروري. هل ستأخذون نفس القرار للإقلاع اليوم لو كنتم في نفس الظروف؟ لقد أجبتك وقلت أننا أوقفنا رحلاتنا إلى إيران، وأعتقد أن هذا هو الجواب المناسب لأننا غيرنا سياستنا. أعرف أنكم سوف أجبتم عن هذا السؤال، ولكن أطلب منكم المزيد من التفاصيل. لماذا انحرفت الرحلة عن مسارها؟ لقد سمعت تعليقات نائب رئيس العمليات الطيران، وأظهر لكم قبل بضعة دقائق كافة مساراتنا على مدى تاريخ رحلاتنا. هذه الرحلات امتثلت للمسارات السابقة ولم يكن هنالك أي انحراف في المسار. عندما تكون حركة الطيران أو الرحلة مقيمة في المطار، فكل هذه المسارات للإقلاع والطيران، سواء الإقلاع أو الهبوط للمطار، فقد حملت إلى نظام خاص، وهنالك مسارات خاصة مسؤول عنها المطار، ورحلتنا كانت تعمل ضمن هذا المسار المحدد الذي حدده المطار، وامتثلنا إلى أوامر برج المراقبة. كان لهم الاتصال ببرج المراقبة وتواصلوا معهم ووفروا لهم توصيات العمل خلال الإقلاع على هذا المسار. هذه المعايير التي امتثلنا لها بشكل يومي في رحلاتنا إلى طهران.
فبشكل بسيط لم يكن هناك أي انحراف عن المسار. Нашего вылета из Тегерана одинаковы. Поэтому никаких не могло быть инсинуаций с точки зрения изменений маршрута. Спасибо. لقد سمعت ذلك من قبل، ولكنني ليس لدي الحق لأقول لك ما الذي قاله الطيار. التحقيقات جارية وهذه مواد خاصة بالتحقيق، وليس لدي الحق اللي يبلغك بذلك. الحديث كان الإقلاع من المطار والحصول على الرخصة للإقلاع ومسار الطيران. الإيرانيون قالوا بأن هناك حصل انحراف في مسار الرحلة، شاهدت ذلك في رادار الإقلاع، لم يكن هنالك أي انحراف في المسار. هذا ما قاله الإيرانيون. أرجوكم ألقوا نظرة مرة أخرى لهذه الشريحة، مسار الإقلاع من مطار طهران إلى الإمام خميني 10 إلى 6000 قدم. الإيرانيون يوفرون لنا المسار لوقت نظر إلى كافة الرحلات السابقة، فهذا المخطط نفسه نفس الذي حصل من قبل 6000 قدم. ثم عاد الطائرة إلى المسار. الأماكن التقاط الصورة أو نظرة إلى هذه المسارات، كل هذه رحلاتنا من 2 نوفمبر 2019 نفس المسار. المسار لم يتغير. предыдущую там где все наши повороты вот это все наши повороты начиная со 2 ноября 19 года كما قلت انه منذ البدايه я таких слов не говорил не может быть такого я прошу прощения والان مشاهدينا نقوم بتلخيص بعض النقاط التي أتى عليها الخطوط أو المسؤولين في الخطوط الجوية الأوكرانية. اعتراف إيران بإسقاط الطائرة يبرئ الخطوط الجوية الأوكرانية من أي مسؤولية أمنية. قالوا بأنهم لم تصلهم أي معلومات من كييف أو طهران عن مخاطر في المطار. قالوا أيضا لم يتلقوا أي معلومات حتى عن تهديد محتمل. الخطوط الأوكرانية رفضت تلميح إيران لتقصير من طاقم الطائرة، وطاقم الطائرة قام بواجبه على أكمل وجه دون أي تقصير. ونعود الآن إلى المؤتمر الصحفي لمتابعته. إذا المشاهدين نعود ونتابع ما قالوه في هذا المؤتمر الصحفي. طاقم الطائرة قام بواجبه على أكمل وجه دون أي تقصير. مسار التحليق للطائرة ينفي وجود أي انحراف في مسارها. الخطوط الجوية الأوكرانية تنفي أيضا عبر الخرائط رواية إيران بانحراف الطائرة. وقالوا أيضا بأنه لم يكن هناك أي إخطار في مطار طيران بوضع غير اعتيادي، وعلى إيران تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادثة. وقال بأنه تأخر إقلاع الطائرة كان بسبب حقائب زائدة. أيضا الخطوط الأوكرانية تطالب طهران بتقرير عن الحادث خلال 30 يوما، وكييف ستجري مفاوضات مع إيران حول التعويضات، وبأنهم أوقفوا الرحلات إلى إيران. مرة جديدة نذهب إلى المؤتمر الصحفي لمتابعة ما يجري فيه. طاقمنا بالتأكيد الآن يشعر بالحزن إلى كافة كل الشعب أوكرانيا بسبب الحادثة التي حصلت، ولسنا الوحيدون الذين نشعر بالحزن جراء هذه الكارثة، ولكن مع ذلك الطاقم كان مدربا ومعتادون على إتمام عملهم بأعلى كفاءة، وكان
هذه الكارثة سوف تمنح الموظفين شعور أكبر بالتعاطف والوحدة لضمان العمل بأمثل الشكل. السؤال الأخير، هل لك أن توضح أنك قلت هنالك أمل على الشحنات إلى أوكرانيا؟ هل هي جثة الجميع أو فقط المسافرين والطاقم الأوكراني؟ لا أستطيع أن أجيب عن ذلك إلى الآن، لا أعرف بكل بساطة، لا أعرف الإجابة حول كيفية. سنعمل، كل شيء يعتمد على المفوضية، وأنا أعرف أن هنالك نية للقيام بذلك، لدينا الرغبة للقيام بذلك، ولذلك اخترنا إفادة فريقنا عن طريق إطارة الشحنات، ونتمنى أن يحصل ذلك بأسرع وقت، وإذا ما كان الجانب الإيراني مستعدا لتوفير جثث الضحايا لنا، فالجانب الأوكراني سيكون مستعدا لإعادة هذه الجثث إلى أوكرانيا. كشركة خطوط نحن مستعدون للمشاركة لإعادة الجثث، وإذا ما كانت طائرة الشحنات الأوكرانية تعيد كافة الجثث إلى أوكرانيا، فنحن مستعدون لإيصال تلك الجثث إلى كل المدن التي تسكن فيها أقارب الضحايا من كييف. نشكركم جميعا على حضوركم، إذا ما بلغتنا أي أخبار جديدة سنمكن نشرها، فسوف نستمر بإبلاغكم عن أحدث المعلومات. شكرا جزيلا.